بسم الله الرحمن الرحيم. خواطر عن العبادات، عن الصلاة. ما زلنا مع الصلاة، وما زلنا مع حاجة جميلة في الصلاة، إن كل حركة من حركات الصلاة لها انعكاس على قلبك. المشكلة إيه؟ إنك محتاج تفهم الحكاية دي. يلا بينا، يلا نبدأ. إيه؟ يلا نتوضأ. هنعمل إيه؟ هنغسل إيدينا. وخلي بالك، أنت مش بس بتغسل الظاهر، ده أنت بتغسل من جوه، ده أنت بتنقي نفسك من جوه. أصل النبي بيقول لك إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فمه حتى تخرج من تحت لسانه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من عينيه، كل حاجة حرام شفتها بعينيك حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا إيه ده يعني إيه؟ يعني هي عملية تنقية ظاهرية وباطنية. يلا ندخل على الصلاة. انت هتعمل ايه دلوقتي؟ يلا هنتجه للقبلة. بس خلي بالك، عمال تظبط القبلة مش كده؟ لا، تعالى يمين شوية، اظبط كده. ايوه هي كده بالظبط. انت بتظبط القبلة بجسمك وقلبك الناحية التانية. يا اخي حط قلبك كمان معاه. يعني وانت بتبص للقبلة انت متجه بكليتك، بقلبك وبجسمك وبعقلك وبروحك. يلا بقى هنقول الله أكبر، وحنرفع إيدينا كده كأننا بنرمي الدنيا ورا ظهرنا، وبنقول الله أكبر. من الآن لا شيء أكبر من الله. الله أكبر. يلا حط إيدك على إيدك، وقف، ما تصليش قاعد. ليه؟ أنت في لقاء مع الله. طيب وقفت، يلا اقرأ الفتحة. خلي بالك أنت بتقرأ الفتحة وربنا بيرد عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد في الصلاة الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. يا حاسس سامع كأن ربنا بيرد عليك. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت علي، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. عشان كده بتقول أمين، لأن ربنا قال لك ولعبدي ما سأل. اهديني مش بس في الدين، اهديني في الحياة، في القرارات، اتجوز دي ولا ما اتجوز. هو ده معنى اهدنا الصراط المستقيم، اهديني في كل قرارات حياتي. الله، يلا بقى اركع. بس قول الله أكبر، احسن تكون نسيت ان الله أكبر. اركع، وبعد ما قريت طبعا صورة، اركع وقول سبحان ربي العظيم، وقولها ثلاثة يا احسن عشان تثبت في دماغك وحس بالعظيم، وكأنك بتقول لنفسك عمري ما ظهري ده انحنى الحد إلا لله. ارفع ظهرك وقول سمع الله لمن حمده. يعني لما تسجد وتدعي دلوقتي سمع الله لمن حمده، دعائك مستجاب. اسجد وحط دماغك في التراب. ما أصل أنت جيت من هنا، الآن عاد الفرع إلى الأصل. كرر كل دون لغاية ما توصل للتحيات. هي إيه التحيات؟ يا سلام على التحيات. التحيات لله، شكرا يا رب، شكرا على الصلاة، شكرا إن أنت سمحت لي قبلك. الصلوات الطيبات المباركات لله، متشكر. السلام عليك أيها النبي، كأنك شايف رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنت تعيش بوتقة من الناس الطيبة المؤمنة وأنت في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. تشهد؟ أيوة أشهد. أنت شفت؟ لا شهادة لغائب. أيوة أنا متأكد أن لا إله إلا الله، مش أعلم أن لا إله إلا الله، لا، شهادة يقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الله، إيه الصلاة الحلوة دي؟ صلي على النبي، وصلي على آل النبي، وصلي على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يلا بقى أخرج من صلاتك بنية السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وكأنك بتقول لملك اليمين نويت أن أبدأ حياة سلم. إزاي تخرج من الصلاة وتتخانق مع واحد؟ المفروض تطلع بسلام. الصلاة جميلة أوي. شفتوا معاني الصلاة؟ تعرف تتذوق المعاني دي؟ افتكرها، بس مجرد أنك تفتكر اللي أنا قلته دلوقتي هتكمل بيها وتعيش بيها وتفضل وتلزق في دماغك لأنها سهلة. الصلاة رموز رائعة لحب الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.